ولتكملة الفيديو للتوضيح، مثل هاي الشجرة شجرتين كبار جذورها هواي يحتاج لها جرعة كيماوية قوية، ننطيها مثلا 4 شفوف، هذا الشف الواحد، هنا واحد، هنا اثنين، وهذا الجذر 3، تقدر هنا الرش الباقي هذا الرابع. هاي شجرة صغيرة ننطيها شف واحد، شف او شفين على دائرة مدار الشجرة، لان كل ما زادت كمية الكيمياء يجوز احتمال تأثر على الشجرة واحتمال تموت الشجرة. هاي صغيرة شفين، واحد، هاي اثنين، هاي شجرات الالو، اي الالو تقريبا، هاي يمكن الالو هاد او الجوجة، هاي ثمرها ما شاء الله، هاي ثمرها، هاي ثمار الجوجة او لا، هاي اذا اشوف كيمياوي راح تكبر حجم الثمرة وتزود اكثر. هاي طبعا تجاوزت مرحلة الورد، يعني هسه الكيمياوي يفيد بس الثمر، احنا جانا نعطي كيمياء علما للرمان لان ورد بعد ما صاير، حتى نشجع على زيادة كمية الورد بالشجرة. اللهم سهل يا رب، تسهيل من رب العالمين.